أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الإمام ابن القيم رحمه الله إن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أعلام وأوصاف؟ ما معنى قوله أعلام وأوصاف؟ نعم، أعلام عليه سبحانه وتعالى يعرف بها، وأوصاف تشتق من الأسماء. ها، المعنى واضح، إن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، ليست أعلاما فقط، ليست أعلاما فقط، وإنما هي أعلام تدل على صفات. ولذلك قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، وصف بأنها حسنى، لأن كل اسم يدل على صفة من صفات الله. فالعليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، القدير يدل على القدرة، وهكذا. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف مثلا أنت لو سميت رجل بزيد، سميت رجل زيد، هذا علم، وش يدل عليه؟ فيه صفة؟ ما في صفة، إنما وضع لأجل تمييز هذا الشخص عن غيره فقط. ولا وش معنى زيد؟ ما له معنى، ما له معنى ولا يدل على صفة، إنما المقصود منه تمييز الشخص عن غيره فقط. هذا العلم علم لا يدل على معنى. نعم.